هروح بقى نشوف فرحه اعضاء النادي الاهلي في الجزيره، ونروح مع زميلتنا روزان نصر اللي هتنقل لنا فرحه اعضاء النادي الاهلي. من جديد كابتن اسامه، طبعا برحب بيك وبرحب بضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي، وبرحب ايضا بكل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان من داخل المقر الرئيسي فرع الجزيره للنادي الاهلي. طبعا بقول الف مبروك فوز النادي الاهلي بطوله كاس مصر على حساب نادي الزمالك بهدفين مقابل لا شيء في مباراه الحقيقه كانت قويه وممتعه جدا بالتحديد في الشوط الثاني. هناخد طبعا اراء الاعضاء اللي متواجدين هنا. يعني خليني اقول لك الف مبروك، مباراه يعني ممتعه جدا، تحب تقول ايه؟ ألف مبروك للعيبة النادي الأهلي ومجلس الإدارة، وشكرا للعيبة اللي لعبوا ماتش رجالة، وألف مبروك والقضية ممكن تاني مرة. شايف مين يستحق يكون رجل مباراة النهاردة؟ إمام عاشور. إمام عاشور. إمام عاشور. الكاس ده أروح لسيد الوزير العامري فاروق. العامري فاروق. الكاس ده للنادي الأهلي ولجراد النادي الأهلي ولعيبة النادي الأهلي ومجلس الإدارة، روح ده الكاس ده أروح العامري فاروق. العامري فاروق إن شاء الله. ألف مبروك طبعا فوز النادي الأهلي على الزمالك. تحب تقول أساطير؟ إحنا هنا الأهلي الأساطير. إحنا بنهني الأول واحد الكابتن محمود الخطيب، دي نمرة واحد. نمرة اتنين اللعيبة دي، وإمام عاشور ده عالمي عالمي، والناس دي كلها فرحت بسبب إمام عاشور وقفشة، دي القضية بتاعت كل مرة. بقول لك ألف مبروك على مباراة النهاردة، شفتها ازاي؟ مبروك للنادي الاهلي، مبروك للاعضاء، مبروك لجماهيره. النادي الاهلي النهارده بخبرته قدر يزرع المباراه، وعرف في الوقت الحاسم يحسم المباراه. هو ده الاهلي بخبرته ولاعيبته الجميله قوي، تقدر تحسم المباراه في اي وقت. هي دي خبره الاهلي يا جماعه. الف مبروك وبارك لكل جماهير النادي الاهلي. الف مبروك طبعا للنادي الاهلي النهارده. يعني بما انك موجوده في المقر الرئيسي اتفرجتي على المباراه وشفتيها ازاي؟ ايوه اكيد. الف مبروك طبعا للعيبه، والف مبروك للجهاز الفني، كل اللعيبه بجد. لا كان ماتش كويس قوي، وبالذات في الشوط التاني في الاخر كانت تبديلات حرفيا يعني غيرت جامد. والف مبروك وان شاء الله في البطولات جايه. واحب اشكر امام عاشور وقفشه كتير. كابتن اسامه اكيد يعني حضرتك شايف فرحه الاعضاء والجماهير هنا في كل مكان من داخل المقر الرئيسي فرع الجزيره. الف مبروك مره ثانيه للنادي الاهلي، واكيد كل الاهلاويه النهارده هيناموا فرحانين. هرجع لك ثاني يا كابتن اسامه، شكرا. بنشكر زميلتنا روزان نصر، واستمرار الفرحة نروح للنادي الأهلي في مدينة نصر وزميلنا محمد توفيق. فرحة عارمة هنا في مقر النادي الأهلي في مدينة نصر. يعني النهاردة شفت المباراة ازاي؟ فوز اتأخر، ولكن أعتقد فوز كبير وبطولة غالية، والبطولة 39. الحمد لله الأهلي كسب 2-0. الماتش كان مضغوط على الأهلي كتير، بس الأهلي خلصه في آخر 10 دقايق. طبعا امام عمل ماتش جميل قوي وقفشه، بس كده. والف مبروك لكل الاهلاويه. النهارده الفوز اتاخر، ولكن اعتقد كنتوا كلكم قاعدين وكلكم ثقه ان النادي الاهلي ان شاء الله يحفظ البطوله. احنا متعودين على كده يعني، الحمد لله ان الاهلي هو دايما معودنا على الانتصار والفوز حتى في الاوقات الصعبه والضغوطات. والماتش كان مضغوط علينا، بس الحمد لله يعني حقنا نحقق انتصار غالي جدا في الدقيقه الاخيره. وامام عاشور بطل المباراه يعني، وشكرا والف مبروك النادي الاهلي. كنتوا حريصين النهارده، كل الاعمار موجوده النهارده، تقول لي على الفوز والفرحه الكبيره. الحمد لله الحمد لله، وكسبنا وامام عاشور اداء حلو. الحمد لله الحمد لله على كل حاجه. الف مليون مبروك لجمهور النادي الاهلي النهارده، والف مبروك للكابتن امام عاشور، نيج مان اوف ذا ماتش، مان اوف ذا ماتش كابتن امام عاشور. في يوم المراه النهارده اعتقد الاهلي فرح كل المراه الاهلاويه في يومكم النهارده، وفوز كبير وبطوله كبيره وغاليه قوي. الف 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 مبروك للاهلي البطوله 39، وعقبال ال 40 وال 41 وطول عمره ال 45 في وجود الخطيب، والله يرحمه العمري فاروق، بنقدم له البطوله الشيقه دي الجميله. الفوز والنهارده كنتوا حريصين ان كل الاسره تكون موجوده بابنائكم، كلكم كنتوا جوه وجزء من عائله الاهلي الكبير. اكيد اكيد. الف الف مبروك للاهلي والبيبو، وشرفتونا ولعبنا كويس جدا، وتستاهلوا الفوز اكتر واكتر. الفرحه النهارده اعتقد كبيره، وتاخير الفوز خلى الفرحه اكبر كمان. جدا جدا، وتحيه لجماهير النادي الاهلي واداره النادي الاهلي ومؤسسه النادي الاهلي، اعظم نادي في الكون اللي دايما مفرح جماهير واعضاء النادي الاهلي. بنشكر زميلنا محمد توفيق، وايضا لاستمرار الفرحه في فروع النادي الاهلي نروح لفرع الشيخ زايد وزميلتنا سالة حامد.
من جديد طبعا برحب بك يا كابتن اسامه وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما قلت لك يا كابتن اسامه هنكون مع حضرتك بعد يعني الهواء مباشره، بعد المباراه الهواء مباشره هنكون معاك، وفرحه طبعا اعظم جمهور في الكون، اعظم اعضاء كمان اعضاء النادي الاهلي من داخل فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد. مليون مبروك يا كابتن اسامه، الاهلي هو البطل، بطل كاس مصر للمره 39 في تاريخه. زي ما حضرتك شايف طبعا فرحه كبيره هنا يا كابتن اسامه من داخل فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد. يوم مبروك، عايز ابارك لك طبعا. شايف المباراه النهارده ازاي وشايف مين احسن لاعب طبعا في المباراه؟ طبعا امام عاشور، وبحب اقول الف مبروك لجماهير النادي الاهلي. بس يا جماعه احنا متعودين على الفوز، وانا ما كنتش قلقان الصراحه، وده الطبيعي. واثنين يعني مش هقول حاجه اكتر من كده. طبعا الجمهور كله كان واثق في لعيبه النادي الاهلي ان الاهلي يبقى البطل النهارده. الاهلي كده كده البطل، الاهلي كده كده البطل في اي حته وفي اي مكان. مشرفنا في ارض السعوديه، واحنا بنهدي البطوله دي على روح العمري فاروق رحمه الله عليه. شكرا عليه طبعا، بطوله لروح طبعا كابتن عمرو فاروق رحمه الله عليه. مبروك، ببارك لك طبعا. شايف المباراه النهارده ازاي وتحب تقول لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني؟ اقول للنادي الاهلي والجهاز الفني ان انتوا اديتوا اللي عليك، لان الاهلي منظومه مش مجرد فرقه بتلعب 90 دقيقه. الاهلي منظومه كبيره قوي من بدايه رئيس النادي الاهلي ومجلس الاداره، والاهلي عمل ماتش كويسه جدا النهارده. بغض النظر الزمالك لعب كوره كويسه، الاهلي والزمالك احسن فرقتين في مصر. لازم نقول للزمالك هارد لك، لان هو الاهلي متعود على البطولات، والاهلي النهارده نقول له الف مبروك، عمل مباراه كبيره قوي. وانا بعتبر بقول لعمي فاروق البيه في حياتك، وبعتبر امام عاشور هو راجل المباراه، والف مبروك للنادي الاهلي. الف مبروك. دايما بتكوني متواجده انت في فرع الشيخ زايد، متابعه كويس جدا مباريات الاهلي، تحب تقولي لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني؟ الحمد لله، الحمد لله ان الاهلي فاز، والحمد لله دي فرحه جميله جدا لكل الاهلاويه، ودي فرحه، ودي برضو الحاجه دي كويسه على روح الكابتن الله يرحمه العمر فاروق. اكيد فرحان ومبسوط معانا في وسطينا بالفرحه الجميله دي، وانا بتبشر بيكي والله والله ان انت تبقي موجوده في النادي، وبتبشر بالاستاذ. الحمد لله كلنا فرحنا، والحمد لله فوز عظيم، والحمد لله يوم جميل، والف الف مبروك للنادي الاهلي. النهارده طبعا شفنا يعني اداء قوي من جميع لعيبه النادي الاهلي. يمكن طبعا الشوط الاول ما ظهرناش بالشكل اللي يليق بيه النادي الاهلي، ولكن قدرنا ان احنا طبعا نعوض في الاخر. ويعني النادي الاهلي في الاخر الكلمه كانت ليه، الاهلي هو بطل الكاس. احنا دايما متعودين على الاهلي ان هو اخر دقيقه معاه، لاخر 90 دقيقه احنا موجودين مع النادي الاهلي، ودايما بنشجعه بروحنا بدمنا. والف الف مليون مبروك للكابتن بيبو وجماهير النادي الاهلي واهل الشيخ زايد وكل الجماهير في كل الانحاء العربيه. والبطوله كويسه، وبنشكر برضو السعوديه على التنظيم الرائع ده، والف مليون مبروك لجماهير النادي الاهلي كلهم. طبعا هدفين ولا اروع، هدفين احلى من بعض. يعني شايف طبعا المباراه النهارده ازاي وتحب تقول ايه لعيبه النادي الاهلي؟ اقول للاهلي طبعا الف الف مبروك، طبعا بطوله جديده، بطوله عظيمه، عودونا دايما على الانتصار وعلى الفوز والفخر. وزي ما مهما الماتش هرب منهم عارفين ان هيرجعوا وهيكسبوا في الوقت الضايع، في الوقت 90 بلس 90 الاهلي طبعا. ومبروك للرجاله، ومبروك لامام عاشور رجل المباراه، ومبروك لقفشه. شكرا. شفت الماتش؟ الحمد لله، الحمد لله الاهلي ما كانش كويس في الماتش، بس ربنا الحمد لله رزقنا بجونين في الماتش، وان شاء الله الاهلي يكون على طول في الاول. بس شكرا. طبعا زي ما حضرتك طبعا شايف يا كابتن اسامه، يعني فرحه كبيره هنا لجميع اعضاء النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. ببارك لك تاني يا كابتن اسامه، الاهلي هو بطل الكاس للمره 39 في تاريخه، والان العوده مره اخرى للاستوديو.